لا، السيد رئيس الحكومة إلا سمحتي تخص السيد وزير الدولة سيراميد يجي في محله أحسن، لأن نعم هذاك اللي نعم مغطي. شكرا شكرا جزيلا، أشكر جميع الأخوات والإخوان، وأنوه بجميع المتدخلين، وخصوصا أنوه بفرق المعارضة. نعم شو هادشي؟ دير كم راه حسن نديريها هكا ولا نبدا نمسها بيدي؟ دابا شحال من واحد قال مسها بيدو، منصوح غير منصوح به نهائيا، وليس هناك برنامج في برلمان في العالم اللي كيهضر رئيس حكومه بالكمامه. انا معك. دخلوا لكوريا الشماليه، دخلوا لليابان، دخلوا فرنسا، دخلوا لاسبانيا، دخلوا للاخرين، ما نبقاش نديروا المزايدات فيما لا شيء فيه. تفضل. اي ولكن هنا كان اذا كانت مسافه الامان راه كافيه، جوج مترو راه درنا 3 متر. دابا انا والسيد الوزير، اذا اريد ان انوه بالجميع المتدخلين وخصوصا فرق المعارضه، وبطبيعه الحال كما نوهت منذ قليل بجميع المتدخلين بجميع انواعهم، اذا نسيت شي واحد يسمح لنا، نبهوني الى ان نسيت القوات المساعده، هذا غير سهو، لان كنقرا الخطاب واسمه، فهما ايضا لهم كل التحيه والتقدير. اريد ان اقول اولا فيما يخص تمديد حاله الطوارئ الى حد الساعه حتى نقربوا النهايه، عاد يبان لنا تمديد من غير التمديد على حسب الحاله الوبائيه والتطور ديال الحالات، وبالتالي كل شيء ممكن. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تقليص الانفاق العمومي. انا ما شفت حتى شي تقليص الانفاق العمومي، ما عرفت انا منين جا هذا الشيء، قرات التعليقات، قدرت الى ليس هناك اي تقليص للانفاق العمومي، ولكن هناك في هذه المرحله ديال 3 شهور غادي نوجهوا الانفاق العمومي للمجالات الاكثر ملحاحية وضرورة ديال الوضعية الحالية. واش انا عندي شي حاجة كتسمى الاستعجالية والطوارئ ونبدا ندير الانفاق العمومي في السفريات او في استقبال الوفود او في الحفلات او في التظاهرات الدولية او في المؤتمرات الى اخره؟ هادو كلهم المصاريف ديالهم في 3 شهور غادي توجه للمجالات اللي ضرورية. انا لا اظن بان هذا غادي، والانفاق العمومي الا قلنا التقليص فيه غادي نديرو على سنة، ما كنحسبوش على شهر ولا 3 شهور ولا 4 شهور. فلذلك الى حد الساعة ليس هناك أي قرار في هذا المجال، وهذا متفق عليه داخل الحكومة. ثالثا بالنسبة للكمامات، أنا كنت نقول الكمامات الموجودة في السوق اللي هي بمعيارة مغربية، عندنا واحد المعهد المغربي للتقنين لمانور، للمعيارة للتقنين، هذا المعيار عنده مذكرة راه في الموقع ديالو موجودة، حدد فيها المعايير ديال هذه الكمامات اللي خصها الصناعية، اللي هي ماشي الكمامات من النوع الثاني ولا من النوع الثالث، هي من النوع الرابع، هي ماشي الكمامات الجراحيه التي يستعملها الاطباء، لانها هذوك عندها معايير اعلى. قلنا غادي تكون هذه المعايير باش تكون في متناول الجميع، واصدر قرار بالنسبه للمعامل اللي كيصنعوا كياخذوا اذن هو الاول، وفيه واش ملتزمين بهذيك المعايير ولا لا. فلذلك هذا محدد ممعير، ووزعت الى حد الساعه 13 مليون كمامه. طبيعي، شوف كاين امور ما كنتحكموش فيها، كتخرج كنمشي اول مره النهار بعدها فاش صدر القرار ديال الالزام ديال الكمامات، هذيك العشيه هجم الناس، نقول هجموا على المساحات الكبرى، وكاين اللي كيدي 3 الكراطن، كاين اللي يدير 4 الكراطن، كاين اللي يمكن شي وحدين بغاو يبيعوا فيها البيع، شي وحدين يمكن كيفكروا يقولوا هاد الشهرين ما غايتكونش، كيما وقع لنا في الماكله وقع لنا في الكمامات. وبعدها ولا اكتشفنا ناس اللي كيحاولوا مهما كان يحوروها باش يعاودوا فيها البيع ولا يديروا فيها السوق السوداء، وراه شحال من واحد تشد، هناك صرامه في هذا المجال، ولكن لا ما كنملكوش جميع الفقرات ديال التوزيع. فلذلك ان شاء الله هذا الشيء كيتصدرك دابا، وغادي دار واحد لومبالاج، واحد اسمو لومبالاج بالعربيه، واحد التلفيف ديال 10 10 10 10 بدل 15 باش يمكن الناس يبداو يشريو. الا غادي يشريو عند مول البيسري وعند البائع الصغير غادي يشريو 10 ماشي بالوحده. بالنسبه للسجل الاجتماعي الموحد، مشروع القانون في البرلمان، نتمنى على الله يخرج في القريب. بالنسبه لا بد ان اشير الى التمويلات الخارجيه. اولا هذا التمويل الخارجي اللي دار، واللي هو استعمال ديال خط السيوله والوقايه، هو اولا تم باذن من البرلمان، لان درنا مرسوم بقانون وخرجنا مرسوم بقانون، وجا السيد الوزير وقدمه في اللجنتين، فلذلك هناك توافق مع البرلمان، هذا هو المعنى مرسوم بقانون اولا. ثانيا هو لا يؤثر في الدين العام، راه ماشي زياده في الديون،
لان ما غادي يدخلش هذا الميزانيه، هذا غادي يبقى عند بنك المغرب كيمول به كعمله صعبه الابناك ويرد، بمعنى البنكه كتعطيه العمله الصعبه ولكن كتسالو، هو ماشي انفاق عمومي، ما غادي ينفقوه لا في الاستثمار لا في التسيير، وبالتالي غادي يبقى محفوظ وغنردوه. فلذلك بالمعايير الدوليه هو لا يعتبر دينا عموما ولن يحتسب في زياده الدين العمومي، باش نفهموا مزيان هذه القضيه وباش ما نزيدوش فيها. هذه راه سابقه وخديناها بطريقه سريعه، علاش جينا للبرلمان بسرعه باش نمشيو ناخذوه قبل ما يسالي الوقت، باش يمكن نستافدوا من هذا خط السيوله بنفس التسهيلات اللي كانت عندنا في البدايه، وهذا شيء مهم. ويمكن نقول البلد الوحيد في العالم اللي استفد من هذه الامكانيه ديال هذه الخدمه هو المغرب، لانه درنا واحد عمليه استباقيه باش من بعد ما نحتاجوش نلجؤوا الى وسائل اخرى، الى الدين، الى الاقتراض الحقيقي، باش تكون عندنا ماشي السيوله الماليه، المال عندنا، وانما العمله الاجنبيه. العمله الاجنبيه انت عارفين الان الدخول الاجنبي نتيجه توقف السياحه، توقف التصدير في عدد من القطاعات الكبرى لاسباب لا تتعلق بنا وانما تتعلق بالمحيط الدولي والاقليمي، ما بقاش عندنا مداخل في الشهور المقبله. دابا عندنا ما يكفي من العمله الصعبه الان، ولكن الشهر المقبل، الشهر الثاني، الشهر الثالث، باش تعرفوا بانها خطط استباقيه للاشهر المقبله، وان شاء الله غادي نربحوا وغادي ننجحوا في هذه المعركه. اريد في الاخير ان اقول اولا وقبل كل شيء، وانا قبل كل شيء، هذه لحظه استثنائيه، الحمد لله بلادنا بقياده جلاله الملك واجهتها بطريقه حكيمه وبطريقه استباقيه، وأحيي الشعب المغربي من جميع فئاته لأنه تعامل بواحد الطريقة حضارية، حضارية حقيقة، وهذا شيء مهم جدا. وكنقول مهما اتخذنا من تدابير، مهما اتخذنا من تدابير، ما كاينش حاجة اللي كيعوض الوعي الفردي والوعي الجماعي للمواطنات والمواطنين جميعا وللمؤسسات كلها، باش نتضافروا في سبيل ان شاء الله ان يكون وطننا افضل باذن الله. ونحن عندنا ثقه، ثقه في الشعب المغربي، ثقه في جلاله الملك، ثقه في بلدنا، ثقه في المستقبل. ان شاء الله ان نخرج منتصرين في هذه المعركه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للسيد رئيس الحكومه، شكرا للجميع، رفعت الجلسه.